السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم هبة. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. موضوعنا اليوم عن زيت الأرغان. يسمى زيت الأرغان بالذهب السائل، وهو نوعين، الأول للطعام والأكل والثاني للتجميل. اليوم نعرفكم على الفوائد المذهلة لهذا الزيت. هو يستخرج من شجرة الأرغان التي تتواجد فقط في جنوب المغرب الشقيق وفي مدينة تندوف الجزائرية المتواجدة في الجنوب الغربي الجزائري. لما لقبوه بالذهب السائل، هو ذهب سائل بالفعل لأنه غني بالأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميغا 9 والأوميغا 6، ويحتوي على المادة الخام للفيتامين ه، الفيتامين إي، لا فيتامين أو. له خصائص عظيمة للبشرة، رائحته خفيفة وهو غالي الثمن لأنه غني وممتاز بالمواد التي تنعش البشرة والشعر والجلد، لأنه يخترق أنسجة البشرة. هو يختلف عن باقي الزيوت، يغذي البشرة، هو مرطب رائع لأنه يحميها من الجفاف، يرمم البشرة والأنسجة، يعيد بناء الخلايا، يمنح البشرة لمعان ونعومة وصفاء وحيوية، يقضي على آثار حب الشباب والندوب التي تظهر في أماكن البثور والحبوب، يفتح المناطق الداكنة والبقع، يزيل الكلف، يحفز تكوين مادة الكولاجين في البشرة التي تؤخر علامات التقدم في السن والشيخوخة، ويخلص البشرة من التجاعيد. يمكن استعماله حتى للأطفال الرضع، للأطفال، للكبار، للصغار، هو آمن عليهم. يعالج ويزيل علامات التمدد والخطوط البيضاء والحمراء، صالح للحوامل ولغير الحوامل، يجعل البشرة لامعة وصحية، يجدد خلايا الجلد، يعالج الحروق، التصبغات من البشرة، يجدد خلاياها، يفتح البشرة، يعطيها نضارة وحيوية لأنه غني بالفيتامين ه، يخلصكم من الجلد الميت. أحد وصفاته المذهلة في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتحفيز مادة الكولاجين في البشرة هي: نأخذ ملعقة من الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي، دانون مسوس، الروب الطبيعي، نضيف لها ملعقة من العسل الطبيعي الصافي النقي، قطرات من الليمون الحامض، وثلاث قطرات من زيت الأرغان يعني الأصلي. هذا الزيت ممتاز بشهادة الخبراء العالميين. يطبق هذا الخليط على بشرة نظيفة يوميا لمدة ربع ساعة، وأغسليه بماء دافئ وكرر العملية بماء بارد ورطبي. هذا الخلطة تكافح شيخوخة البشرة والتجاعيد وترهل الوجه حتى الجفاف. يوميا استعملها، هي مذهلة وممتازة، لكن ضروري تكون زيت الأرغان الأصلية. كيفية استعماله للخطوط البيضاء والحمراء: بعد الاستحمام تكون المسام مفتوحة، قومي بدهنه يوميا قبل النوم بعمل مساج خفيف للمرأة الحامل ولغير الحامل، أي واحدة تعاني من تشققات الجلد في جميع أنحاء الجسم استعملي زيت الأرغان. أو عندك آثار البثور، آثار الحبوب، أو عندك كلف أو تصبغات، استعملي زيت الأرغان الأصلي يوميا. هو يرطب الجلد، يخترق طبقات وأنسجة الجلد، يعتبر مرطب للشفاه، يرطب الجلد في كل الجسم، مغذي لفروة الرأس والشعر، يغذيه، ومفيد جدا لتشققات الأقدام. استعمليه كمرطب ليلي للأقدام ولليدين، هو مذهل، وبخصوص الشعر يوقف تساقط الشعر. استعمليها للفرواب مع تدليك خفيف بأطراف الأصابع، وغطي الشعر ببلاستيك غذائي وتركيه لمدة ساعتين حتى 3 ساعات، يوقف تساقط الشعر، يغذي البصيلة والفروة، يحفز جريان الدم في فروة الرأس، يزيد في طول ونمو الشعر، ويمكن استخدامه كسيروم بعد الاستحمام. ضعي قطرات منه على أطراف الأصابع، مرريها على الشعر بعد استشوار أو قبل استشوار، يحافظ على تسريحة الشعر وشكله الجميل، يزيل التقصف، الهيشان، يرطب ويغذي الشعر سواء الفروة أو الشعر. هذا الذهب السائل أدهش الخبراء في جميع أنحاء العالم. نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على الثقة. ما تنسوش تتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية Everything with Hiba. وأهلا وسهلا بجميع من انضم إلى قنواتي الاثنين من جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء، سلام.